قناتي لك أحلى، كل شي بيطلع أحلى. يسعد صباحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتبل الدجاجة كلها ونمسحها بالملح من جميع النواحي. بسم الله، عشان ايش؟ يطلع طعمها زاكي وتكون الملح يتخلل كل المناطق. بعدين بدنا نحط شوية حبهان مطحون، شوية بهارات دجاج، شوية بهار طبيخ، شوية قرفة، شوية فلفل أسود، شوية فلفل بهار أبيض. ليش نحطه كله ندفى؟ نحط شوية خال، نحط هون شوية دبس رمان هيك، نحط شوية ليمون، نحط شوية كاتشب. هاي التتبيلة كتير روعة. إذا عندك بودرة ثوم أو بودرة بصل، نحط شوية بصل مقطعنا هيك مفروم. نحطلكم هيك كلهم الأشياء مع بعض هيك. بسم الله. اوكي، نحط عليها كمان ملح عشان ايش؟ بالمرة. اوكي، نتركهم هيك. بعدين منجيب الدجاجة منتبلها من جميع الجهات، نتركها شوي ابو هيك ربع ساعة او نص ساعة بقلب الثلاجة تاخد كلها البهارات هاي الزاكية. ناخد كاسة زي هاي نحط فيها رز مصري كاستين ومننقعهم، وبعدين منصفيهم بصيروا زي هيك. اول اشي قبل هذا كله بدنا نحط البصل، نحط جزء من البصل، لان الجزء الثاني بدنا نحطه لما بنجي نعمل الرز بالبازيلا. ان شاء الله حمرنا هيك، نضيف الرزات. بسم الله. نضيف شوية البهار، ليش نحطه كله؟ صغيرة فلفل أسمر أو نص ملعقة صغيرة، فلفل أبيض، هاي شوية قرفة، هيك نحركهم شوي. بعدين نضيف عليهم شوية مي ونخليهم يستووا، وبعدين نرجع لكم. نسينا نحط الحبهان المطحون، ونسينا نحط الملح، لازم نملحها. التتبيلة صارت جاهزة، بنحشي الدجاج. هلقيت حطيناها بالكيس الحراري، وان شاء الله بدنا نخبزها الفرن لمدة ساعتين ان شاء الله. نشغل الفرن من فوق وتحت. بسم الله. بدنا نحط هلقيت بدنا نعمل الرز والبازيلا، نحط البصل، يتحمر شوي. هلقيت بدنا نضيف عين جمل وشوية زبيب حسب الرغبة، بس بيطلع كتير زاكي. نحمصهم شوي، نحط شوية فلفل أبيض، بدنا نحط إن شاء الله شوية فلفل أسمر. هذا للرز اللي هيكون تحت الدجاجة إن شاء الله. شوية قرفة، القرفة زاكية كتروا منها لأنه هي اللي بتعطي الطعم. والبهار، البهار برضو نتفة صغيرة. أوكي، وشوية حبهان مطحون، نحركهم. Thank you.
بعدين نضيف الرز ان شاء الله تعالى. بس خلينا نحمصه شوي معاهم. حطينا كستين رز المقاس اللي انتوا بدكم اياه. حطيت كستين رز بسمتي، رز بسمتي منقوع اكثر من نص ساعه، نقعته بمي عاديه، وبعدين كمان بحمصه شوي وبرجع لكم. رجعنا لكم بعد ما حمرنا الرز شوي ان شاء الله. وهذا كوب بازيلا وشويه جزر مسلوقين ومستويين تقريبا. بس شوية نحمرهم شوي هيك مع الرز. شوفوا ما شاء الله الرز كيف هيك تحمصت. بعدين بنحط باقي البهار الابيض، البهار الابيض كتير طعمه طيب. هنا احنا لازم يطلع الرز عنا ابيض، يعني ما بدنا نحط له بهارات كتير. هاي مرقة دجاج اللي هي تلمة او بودرة الدجاج زي مرقة ناجي. وما ننسى نحط الملح طبعا، الملح هلقيت لما نحط الشوربة. نحرك شوي ان شاء الله. شوفوا ما احلاه ان شاء الله، بطلع اكل بجنن باذن الله تعالى. بدنا نحط الشوربة طبعا. انا عندي كان جناحين سلقتهم بشوية بصل وشوية ورق غار وشوية حبهان. وهلا بدي اضيف الثلاث كاسات العيار تبعي للرز. واول ما يغلي بوطي عليه ان شاء الله، بوطي بهدي النار عليه وعلى هذه لعند ما يستوي بنرجع لكم ان شاء الله. ما ننسى نحط الملح وندير بالنا عشان بودرة الدجاج بتكون مالحة. ندوق الملح. صلوا على النبي. انا بحب اضيف دبس رمان. هاي ما شاء الله الرز استوى، كل رزة برزتها شايفين ما شاء الله. ان شاء الله رح نسكب الاكل ونرجع لكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب علشان يوصلكم كل شيء جديد ان شاء الله. مع السلامة.